جاء التقدم الكبير والسريع للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل المتابعة المباشرة من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقد تمكنت كليات التقنية العليا من إعداد جيل إماراتي لديه الاستعداد التقني والنفسي والمهاراتي لخوض تحديات سوق العمل ودعم جهود الدولة في المنافسة عالمياً في مجالات تعزيز الفعالية العلمية والتقنية والمهنية للمواطن الإماراتي. لذلك لا نستغرب أبداً أن تقفز دولة الإمارات العربية المتحدة من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 في محور التعليم العالي ومخرجاته على مستوى العالم، ومن المرتبة 24 إلى المرتبة 21 بين 144 دولة حول العالم في محور تعزيز الابتكار. لقد حرصت القيادة الرشيدة في دولتنا الحبيبة على دعم التعليم لنصل إلى الإبداع والتقدم وتعزيز روح المنافسة، ووضعت ثقتها في رجالات تربوية وأكاديمية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، ساهموا على مدار السنوات الماضية وما زالوا بدفع عجلة تقدم مؤسسات التعليم العالي في الدولة لتسبق مثيلاتها في دول متقدمة مثل فرنسا وكندا والدنمارك والصين وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تقدمها على كافة دول المنطقة واحتلالها المركز الأول في الشرق الأوسط على سلم التنافسية. كليات التقنية العليا، التعلم بالممارسة.